اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. يعتبر الفنان أحمد راتب من أقدم الممثلين في تاريخ السينما المصرية. استطاع أن يجذب الكثير من الناس إليه بخفة ظله وطيبة قلبه. تميز بموهبته ومهارته بتقديم الأدوار سواء كانت كوميدية أو تراجيدية. قدم العديد من الشخصيات المختلفة خلال مسيرته الفنية، أحبه الجمهور بشكل كبير بالرغم من عدم حصوله على دور البطولة نهائياً. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الفنان أحمد راتب. ولد أحمد راتب بتاريخ 23 من كانون الثاني سنة 1949 في مدينة القاهرة بمصر. اسمه الكامل أحمد كمال الدين راتب. أحب التمثيل منذ الطفولة لدرجة أنه كان يشارك في أغلب المسرحيات المدرسية. بعد انتهائه من الثانوية قرر الالتحاق بكلية الهندسة، خلال سنوات دراسته شارك في الأعمال المسرحية للجامعة، لكنه لم يكمل دراسته في هذا الاختصاص ونقل أوراقه من أجل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه حاصلا على شهادة البكالوريوس، ومن ثم بدأ مشواره الفني. سنة 1968 تعرض أحمد راتب للاعتقال من قبل الحكومة عندما كان طالبا في كلية الهندسة لفترة 9 أيام متواصلة، وذلك نتيجة احتجاجه على النكسة التي حصلت سنة 1967. بعد ذلك ذهب إلى التجنيد من أجل تقديم خدمته تجاه الوطن، وشارك في سلاح الشؤون المعنوية برفقة الفنان المصري هاني شاكر. بدأت مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث إنه شارك في أكثر من عمل لكن بأدوار صغيرة، من ضمنها فيلم مدينة الصمت سنة 1973 وفيلم نبتدي منين الحكاية. بعد فترة من الزمن شارك أحمد راتب في فيلم يا رب ولد بشخصية عيسوي التي اشتهر من خلالها بشكل كبير، ليقدم بعدها العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، ومنها فيلم مطب صناعي وفيلم في شقة مصر الجديدة. شكل ثنائيا رائعا مع الفنان عادل إمام من خلال مشاركته في أكثر من عمل، ومن ضمنهم فيلم ولا من شاف ولا من دري ومسرحية الزعيم. كما إنه شارك في الكثير من الأعمال الدرامية، ومنها مسلسل أم كلثوم، مسلسل المال والبنون الذي حقق من خلاله نجاحا باهرا. إلى جانب أعماله السينمائية والدرامية، قدم أحمد راتب العديد من المسرحيات التي أبهرت الجمهور، ومنها مسرحية المتزوجون، مسرحية بلد السلطان، والتي كانت آخر عمل فني له. تزوج أحمد راتب مرة واحدة فقط طوال حياته، كانت من قريبته فيرا يوسف التي كانت ابنة خاله، حيث بدأت قصة حبهما عندما ذهبت فيرا لزيارته في المسرح العائم.
وبعد حديثهما في ذلك اليوم شعر أحمد راتب أن أفكاره قريبة من ابنة خاله وبدأ إعجابه بها. فقرر أن يعرض عليها الزواج مباشرة، وبالفعل تم ذلك بعد فترة قصيرة من الزمن، وأنجب منها 3 بنات، ابنته لبنى وتوأمه لميس ولمياء. في بداية زواجه كان أحمد يعمل في الإذاعة والتلفزيون بأداء صوتي مقابل حصوله على جنيهين. لم يكن ممثلا مشهورا في تلك الفترة، وكان بحاجة إلى العمل للحصول على المال. صرحت زوجته أنه شخص طيب جدا ومرهف الإحساس، لدرجة أن مشاعره تأججت أثناء ولادتها الثانية وبدأ بالبكاء. أيضا تأثر وشعر بالحزن عندما قام بتزويج بناته، وذلك لشدة تعلقه بهن. كان أحمد راتب متمسك بعمله بشكل كبير، حيث إنه قدم مسرحية الزيارة انتهت في ذات اليوم الذي توفي فيه والده. غضب جمهوره منه عندما نشرت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي كان يرتدي فيها الشورت والشبشب في إحدى المقاهي بمدينة الإسكندرية. لكنه ظهر وقدم تصريحا بأنه من غير الممكن أن يجلس بهذه الملابس في أي مقهى، وأن هذه الصورة كانت أثناء تصوير فيلم ميراتي في الكلبش، وكان دوره في هذا الفيلم يتطلب منه أن يقوم بتصرفات غريبة، ومن هنا التقطت صورته وتم نشرها. تعرض أحمد راتب إلى وعكة صحية في فترة من الفترات في حياته، فذهب إلى الطبيب مسرعا عند شعوره ببعض الآلام في صدره. وبعد تشخيص حالته تبين أنه مصاب بمياه في الرئة، فقام الطبيب بوصف أدوية تساعده على الشفاء. وكان عمل هذه الأدوية هو التخلص من المياه الموجودة في الصدر، لكن في حال استعمالها لفترة طويلة تبدأ بالتخلص من المياه الضرورية في الجسم. وبالفعل استمر أحمد بتناول هذه الأدوية لأكثر من 3 أشهر، وتعتبر هذه المدة طويلة جدا، ويعود ذلك للطبيب الذي لم يخبره بأن يقوم بتوقيفها بعد فترة قليلة من الزمن، وهذا الخطأ أدى إلى وفاته. قبل وفاته بمدة قليلة تعرض لأزمة نفسية بعد معرفته بتضرر كليته بسبب الأدوية التي كان يتناولها، وبقي في حالة متدهورة على الصعيدين الصحي والنفسي إلى أن وافاه الأجل. بعد وفاته قام الوسط الفني بعرض أكثر من عمل له من أجل إحياء ذكراه في قلوب المشاهدين، حيث تم عرض فيلم جواب اعتقال سنة 2017، وفيلم ضغط عالي سنة 2019، وفيلم مولانا، وفيلم فوبيا، وأيضا مسلسل الأب الروحي. كانت هذه هي قصة حياة الفنان أحمد راتب، قدمتها لكم من قناة قصة حياة. اكتبوا لنا في التعليقات ما هو رأيكم بهذا الفنان، وما هي الأعمال التي قدمها وحظيت بإعجابكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. أما إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا أحد الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.